السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله للا. مرحبا بي دكتور. عندكم نهار كبير هذا اللي شديت اتصال ديالي. مرحبا مرحبا للا كريمة. ربي يخليك دكتور. والله إلا نهار كبير هذا. أعزك الله للا. أعرفك بغيتك تفسر لي واحد الحلمات حلمته ما عادي شي شهر دابا. مرحبا. الحلمة الأولى حلمت أنني كندوز من واحد البلاصة وبحلة كيضربني فيها شي جن فمشي شي حاجة بحال هكا. المهم كانت فزع من ديك البلاصة غير كنوصلها كنخاف أنني نحتر اللي فيها. والحلمة الثانية الله يرحم بها الوالدين. علاش كتخافي؟ شنو اللي كتخافي من جنبك ولا أش قلتي؟ لا انا قلت لك بحال دابا مثلا هذيك البلاصه غير كنوصلها كنبغي نمد رجلي. نعم. بحال ديجا ضرباتني فيها شي حاجه. نعم. وكنخاف من ديك البلاصه. ياه لالا. الحلمه الثانيه متعلقانيت بنفس البلاصه نيت كنت مشيت انا وعائلتي مشينا حضرنا لواحد الاسبوع. نعم. ورجعنا وانا حلمت راسي ان والديا سبقوني وانا عاد جايه من موراهم وهزه معايا داك الطفل الصغير اللي ولدت ديك المراه. نعم. عاد جايبه انا في يدي. وداك الدري الصغير من الاول فواحد ليزر بيض 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 بزاف. نعم. وداك الدري حتى هو بكثره البيضيه ديالو ما كنقدرش نشوف فيه وبغيت غير نبوسو ما قدرتش نهبط نبوسو. نعم. بقيت غاديه المهم هزيتو في يدي وبقيت غاديه فيه وخايفه اللي ياخذوا مني شي حد. نعم. في الليل مع ديك ثلاثه هكاك فهمتي. نعم. المهم بقيت غاديه به وصلت لنفس ديك البلاصه نيت وكنحلم حسيت براسي بحال غادي يضربني شي حاجه من تما وهزيت رجلي حسيت براسي راني تهزيت على الارض وفت هذيك البلاصه عاد وليت كتفش على رجلي. الله اكبر. هذيك البلاصه شنو هي ديك البلاصه؟ واش بحار يابسه؟ لا هذيك البلاصه كنا حنايا ساكنين. نعم نعم. ربما انقطع الخط مع الأخت كريمة للأسف. على كل حال للا كريمة الرؤية مباركة كونك أنك إن شاء الله تعالى مشيتي انت والعائلة عدد الناس دايرين أسبوع. الطفل اللي هزيتيه ولقيتي فيه إزر أبيض وهو يشع بياض هي بشارة لها الطفل بأن غيكون عنده مستقبل رفيع ومستقبل عظيم. وفي أيضا بأنك انت للا كريمة بأنك انت بريئة وفيك البراءة ديال الأطفال والطهارة ديال الأطفال. هذيك البلاصة اللي كتمشي ليها ودائما كتحسي بأنك غطيحي فيها هذاك مكان ربما فيه إما أعداء وإما فيه ناس حاسدين أو حاقدين اللي كيبقاو يتبعوا الآخر فين وصل راه هو أش دار أش أنزج وكيبقى دائما متبوع بالعين. لكن كتقولي في آخر رؤية بأنك تميتي غادي توليد وتهزيت من ديك البلاصه وعاد رجعتي لمكان اخر. معنى غير حافظي على البراءه ديال الاطفال في صدرك. ما تحملي في قلبك لا حقد ولا حسد ولا ضغينه لاي احد. والايمان ديالك غادي يحفظك لانك كتقولي بانك غاديه وصلت لديك البلاصه تهزيتي وانت حامل الطفل الصغير. بمعنى الطفل الصغير هو كنايه على انك فيك خلي عندك الصفات تاع الاطفال اللي هي البراءه واللي هي الطيبوبة واللي هي التسامح واللي هي عدم الحسد. لأن الأطفال منو خصنا نتعلمو فهاد الصفات هادي غتحميك إن شاء الله تعالى من جميع المصائب. ديك البلاصة إلا كانت فيها حسد أو كانت فيها تابعة أو غير ذلك لن تصيبك منها أي مكروه بإذن الله تعالى. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.